فكان هذا العهد الذي أخذ في هذا اليوم التاسع من شهر ذي الحجة في الشهر الحرام عهدا بيننا وبين الله نجدده، فيجدده العامة كل عام بالوقوف بعرفة واستقالة عذراتهم وإراقة عبراتهم واستغفارهم من سيئاتهم، ويباهي الله بالصالحين منهم ملائكته فيقول: هؤلاء عبادي أتوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم. وكثير من الواقفين لا يستحقون ذلك، كما قال أحمد بن حنبل رحمه الله: إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، ما كل من حج لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور. ولذلك في الحديث أن العبد إذا وضع رجله بالغرس فنادى: لبيك اللهم لبيك، فإن كان زاده من حلال وراحلته من حلال ناداه مناد من السماء: لبيك وسعديك، حجك مبرور وسعيك مشكور وذنبك مغفور. وإن كان زاده من حرام وراحلته من حرام فوضع رجله في الغرس فنادى: لبيك اللهم لبيك، ناداه مناد من السماء: لا لبيك ولا سعديك، حجك غير مبرور وسعيك غير مشكور وذنبك غير مغفور.